خلونا هلأ ننتقل لحتى نحضر مع بعض وجبة تنقدمها على السحور. لكن مثل ما قلت لكم من أول الحلقات أنه نحن مع بعض رح نكون عم نحضر أطباق لنقدمها على وجبات الإفطار، وطبعاً عنا وجبات السحور اللي ما لازم نكون نسينا. وعادة بوجبة السحور مثل ما كمان دايماً بقلكم بدنا ننتبه، بدنا نركز على مصدر البروتينات، بدنا نركز على الخضار، بدنا نركز على السوائل اللي بترطب واللي بتحطينا شعور بالشبع بالارتواء لمدة طويلة، وبتحمينا من العطش واللي هي مثلاً الزبادي، كتير مهم يكون موجود على وجبة السحور. هلأ رح نحكي تحديداً عن وجبة السحور، ولما أقول بروتينات وجود البيض كتير مهم. مشان هيك اليوم رح نعمل مع بعض أوملت البيض بالمشروم أو بالفطر. خلونا نشوف المقادير. نحن بحاجة لخمس بيض، ربع كوب دقيق قمحة كاملة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة قرفة، كوب فطر مقطع، نص كوب بصل مقطع، ملعقتين كبيرة زيت نباتي، ملح وفلفل وبابريكا. لكن صحيح كنت عم بحكي عن مصدر البروتينات اللي هو البيض، عندنا مصدر ثاني من البروتينات هون موجود اللي هو الفطر. الفطر نوع من انواع الخضار اللي بيحتوي على نسبة بروتينات عالية كمان، وممكن نكون عم نستفيد منه ونتناوله على وجبة السحور. والفطر كمان بيحتوي على نسبة مي، فالمي الموجود بالفطر كمان بيساعدنا حتى نحمي حالنا من العطش خلال اليوم وخلال فترة الصيام. عنا البولة ورح ناخد مضرب البيض. لكينا عندي البيض هون بدنا نحطهم بقلب البولة. خليني أحضر بس مضرب البيض. ورح نخلطهم أول شي مع بعضهم قبل ما نرجع نزيد المقادير التانية. من بعد ما نكون خلطناهم مع بعضهم، خفقناهم يعني، كثير مهم اول شيء نخفق البيض لانه الاومليت حلو يكون شكله شوي رافخ. لحتى ترفخ الاومليت البيض لازم يكون منيح مخفوق منيح، وبدنا نحط له شويه دقيق، وانا هون عم بستعمل دقيق القمحه كامله مع بيكنج باودر. كمان وجود البيكنج باودر رح يكون عم بيساعد انه الاومليت تكون عم ترفخ بالفرن. طيب حطينا البيكنج باودر، رح نحط التوابل الثانية، القرفة، بابريكا، رح نحط فلفل أسود، ملح، معلقة صغيرة من الملح، وبضل عندي البصل والمشروم رح زيدهم بالاخر من بعد ما اكون شوي قلبت التوابل مع الدقيق. وجود القرفة كتير مهم حتى نكون عم نتخلص من الزفارة تبع البيض. لكينا عنا الخليط هون، رح نزيد عليه الفطر المقطع اللي مثل ما قلت لكم هو مصدر بروتينات. فيكم تستعملوا الفطر الطازج، فيكم تستعملوا الفطر المعلب، على شرط تغسلوه كتير منيح قبل ما تحطوه بقلب الأومليت. قبل الاستعمال منغسل الفطر كتير منيح لحتى نكون عم نتخلص من الصوديوم اللي موجود عادة واللي يستعمل لحتى
كمواد حافظة بقلب المعلبات، وطبعا الصوديوم اللي هو الملح واللي هو رح يكون عم بيزيد من الشعور بالعطش، خاصة نحن بهالشهر الفضيل اللي بدنا نتجنب كل المأكولات اللي بتحتوي على الأملاح، الصوديوم، المعلبات، لأنه بتزيد من الشعور بالعطش. لكن طريقة سهلة كتير، بنخلط كل المزيج مع بعضه، حطيت كمان شوية زيت، وعنا قالب. إذا عندكم قالب تارت بالبيت، إذا لا فيكم أي صينية صغيرة تحطوا فيها الخليط بهيدي الطريقة. لكينا هي أومليت الفطر مع البصل، ورح نحطها بالفرن تقريبا بدها من 20 دقيقة لنص ساعة.